بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور رأفت عبد الرحمن رشوان، أستاذ متفرغ أمراض بطن وسكر وغدد صماء، كلية طب جامعة الزقازيق. هنتكلم النهاردة عن حاجة تخص الغدة الدرقية، بما إن ده مؤتمر الغدة الدرقية. لو حصل قصور في الغدة الدرقية ايه مضاعفاتها؟ قصور الغدة الدرقية يعني الغدة الدرقية دي زي المايسترو، مسؤولة عن التمثيل الغذائي للجسم كله، فلو في زيادة يا نقص في افرازات الغدة. بالنسبة لزيادة نقص الغدة الدرقية، يا إما بتبقى تنقص في سن الطفولة أو عند الولادة يكتشفوا إنه في نقص غدة درقية، ودي بتسبب نوع من التخلف العقلي في الأطفال ونقص في الطول و تغير في شكل الوجه، وإذا بيتعرف على طول وبيتأخر في المشي وبيتأخر في الأكل وفي حاجات كتير. بالنسبة للكبار، الكبار في نقص يبقى غير مرئي، بنكتشفه فجأة، مع الوقت يكون واحد جاي مريضة سكر بنكتشفها، وبنلاقي فيه أعراض النقص. أعراض النقص يا إما، وده عادة في السيدات، عادة بيحصل في السيدات أكتر من الرجال. السيدات لما يحصل نقص في الغدة الدرقية يبدأ وزنها يملى، تبدأ يحصل لها جفاف في جسمها، مفيش عرق، بتشعر بالبرودة بسرعة، عندها إمساك مزمن، الدورة الشهرية بتبقى كتيرة. فده نبدأ نفكر نقول ده بداية نقص غدة درقية. لما بنعمل تحاليل بنكتشف إن في غدة درقية. في مرحلة جديدة بقى يبقى مهملة جدا جدا المريضة، لا تتخن قوي ونايمة على روحها وسنها تديها أكبر من سنها كتير قوي، يعني زي مثلا هي عندها 40 سنة تجيله كشاك العام بتاعها بتاع 60 سنة، فده لازم الواحد ياخد باله من الحاجات دي عشان يشخصها بسرعة. وعادة برضو مع مريض السكر لازم ناخد بالنا من نقص غدة درقية، لأنه بيبقى موجود ولكن احنا ما بناخدش بالنا منه. ده أعراض نقص الإفرازات. أما بالنسبة للكسل غدة درقية وارتفاع الكوليسترول في الدم، فعلا هو حدوث كسل في الغدة الدرقية بيساعد على ترسيب الدهون في الجسم وفي الشرايين كمان، والكوليسترول بيزيد، وبالتالي العيان بيبقى عرضة للقصور الشرايين التاجية، قصور شرايين الأطراف، قصور في شرايين المخ، وبيجي كلهم بأعراضه. يعني قصور الشرايين التاجية بيجي ممكن يا إما بألام في الصدر أثناء الحركة أو المجهود، يا إما بزفحة صدرية، يا إما بجلطة في القلب. بالنسبة للمخ ممكن تحصل جلطات في المخ، ممكن بالنسبة للرجلين قصور في شرايين الرجلين، وده لازم الواحد ياخد باله من الحاجات دي. يمكن دي الحاجات اللي اقدر اعمل له اغطيها له كده دلوقتي يعني.
شكرا.